السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكير: عندكم ثلاجة، عندكم المياه في المنزل، عندكم قارورات فارغة، املأها قدر المستطاع، وضعها في الثلاجة. اغتنم الفرصة عند خروجك بالسيارة وخذها معك مجمدة. أعطيها للناس اللي تعمل خارج ديارهم تحت أشعة الشمس الحارة، كعمال الطرقات أو أصحاب الأسواق الخارجية أو أعمال الحراسة والأمن. والله لا أستطيع وصف لكم الفرحة لشخص يكون عطشان وتعطي له قارورة ماء باردة. جربوها ولا تندموا، أمر بسيط ويفرح الكثير. احنا قعدنا القرى هكذا فارغين، عندنا الماء، ولكن قليل من يوفق لهذه العملية اللي هي سقي فضل صدقة الماء كما راكم تشوفوا معانا. يعني قدر المستطاع قرعة صغيرة هكا تاع نص لتر تجربها، من بعد تبدا تمد قرعة، من بعد تبدا، خاصة في فصل الصيف هذا، جوان جويلية اوت حتى سبتمبر، يعني لما الامر يكون الانسان يستغل الفرصة هكذا. الجزائر، يوم الأربعاء 1 ذو القعدة 1443 هجري، الموافق ل 1 جوان 2022 ميلادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.